مرحبا بكم في السنغال أو كما تلقب ببلد التيرانغا. الدولة هذه تقع غرب قارة إفريقيا وتتميز بتنوع ثقافي كبير وطبيعة ساحرة، خاصة عاداتها وتقاليدها التي تختلف حسب المجموعات العرقية المنتشرة في السنغال. وللمعلومة 95% من سكانها هم مسلمين الحمد لله. وبعد ما عشت فيها الكثير من التجارب والمغامرات اللي راح نشاركها معكم في سلسلة فيديوهات، اليوم البداية راح تكون من العاصمة داكار مع هاد العائلة السنغالية اللي فتحوا لي أبوابهم باش نتعرف على تقاليدهم ونحضروا مع بعض أشهر طبق سنغالي تقليدي. أنا الجيري ودي كابويا. 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 تيبو جنبين نماية. الرز بالحوت. بسم الله. وأنا مالي أن أقولكم مشاهدة ممتعة وكملوا الفيديو حتى النهاية، كان مفاجأة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم راني في داكار وهذه اول فيديو تاعي في السنغال. اليوم راح تكون فيديو مغايره على الفيديوهات اللي درتها من قبل، راح نتعرفوا مع بعض على الطبق التقليدي الرسمي في السنغال اللي يسميوه تيابو جان. راح نشوفوا طريقه تحضير الطبق هذايا مع واحد العائله سنغاليه اللي جابني ليها الاخ عمر. مونامي عمر، ميرسي بوغ سيت انفيتاسيون بوغ فير لو تيابو جان انصومبل. ميرسي بوكو. ان شاء الله. ميرسي بوكو. السنغال دولة معروفة بكلمة تيرانغا، تيرانغا اللي هي الترحاب، الناس يرحبوا بك بأي حاجة بسيطة. كما دوك أخويا عمر رحب بيا وقال لي تجي للدار لهنايا، والزوجة تاعو هي اللي راح طيب لنا طبق تيابو جان، وشوفوا طريقة التحضير تاعو كيف كيف. هنا رانا في بكين، هاد البلاصة اسمي وقال لك كيناوراي. كيسكو سا فيدير كيناوراي؟ داير لي راي. داير لي راي، سي با داير تو تادي ديغيغ لا تيغ. هذا وليد، وليد عمر الله يبارك ما شاء الله. وليد يضحك يضحك الله يبارك ما شاء الله. الله يبارك، بسم الله ما شاء الله. ودوكا راح ندخلوا للدار ان شاء الله باش نعيشوا التجربه هذه. هاي ليك. السلام عليكم. صافا بيان؟ الحمد لله الحمد لله. الطبق تاعنا اليوم راح يتحضر من عند الاخت. كومون تي تابيل؟ ماما. الله يبارك ماما. دونك سا سي لوندرو اون فا بريباري لو تيبوجان. تيبوجان ايوا سا سي دي بيساب. سا دي بيساب. وي سا سي بور لي صفصفان. وي هادو هما التوابل. لو نوار سي كوا؟ سوزا. سوجا. سوجا هذا فلفل الكحل. هادو هما شغل التوابل الحارين تاعهم وطماطم مصبره يتباعوا هكذا. هذا زروديه، هذا شيفلور، هذا الباذنجال. هذه ما عندناش في الدول العربيه، انا ما شفتهاش تبع في الجزائر، اسمها المانيو. سا سي باتات. بطاط. البطاطا. ايوا سون باسون سي سكوا. هذا السمك المجفف. سا سي كوا؟ دقاع. تمارين. هذه ما نعرفهاش. تمارين. علاش اذا تعرف؟ جو سي با بتاتر يونا مو جو سي با. هذه تعطوني معلومه هذه. Il y a beaucoup de choses pour préparer. Je croyais qu'il y a juste quelques ingrédients. Non, non. Il y a beaucoup de choses. Là, ça, c'est les tomates. Ça, les tomates. Tomates cerises ou tomates... Navet. Ah, voilà. L'œuf, on va dire kabouya. Nadjo. Ah. En Algérie, on dit kabouya. 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 Nadjo, il y a le kabouya. Nadjo. يضحك يضحك. هذا هو البيصاب اللي كنت قلنا عليه، هذو ما لازم يزيدوهم باش يجي بنين. ايسا كانجا. كاليار. كانجا. كانجا. واهم حاجه اللي هو السمك. هذا هو الصح، هو يسموه الروز بالسمك. السمك سي لو بواسون. هذا يعرف يا ربي، كي يسمعني نهضر يفيق هذيك الحاجه وشنو. الحاجه اللي كنت حايبها في التجربه هذه هو نعيشوها في دار بسيطه تاع السكان تاع المنطقه هذه، كما كان الحال. هذه النقطه المهمه، كاع نعيشوها مع ناسهم. هذه العمليه الاولى تاع ينقيو الحوت، واش كاين اللي يشريوه منقي وكاين اللي لا. راح ينحوا دوكا شويه حوايج منا، يحطوهم هنا كيما المعدن والطرشي الحار توم، ومن بعد شنو يحطوهم في هذا حنايا نسموه المهرز. تبارك الله.
تما هذيك الدرسه اللي كانوا يدرسوا فيها يدخلوها داخل السمك كما نقولوا حنا يحشيوها بالدرسه يديروا في السردين زيد مع الزيت شويه الملح تيفوا ايوا بسم الله اونيو يقبل بي الفلفل الحلو سي بيمونتي هذا الحار الصغير تاعهم شحال قاصح هذا جاي ما شحال قاصح دقتو بزاف حار تدرس الثوم هنا تما الثوم يتدرس لهنا هذا واش راكم تشوفوا لهنا كاع راح يتخلط مع الثوم هنا يتندرس السمك اللي كان يطيب سي فيني سي فيني طاب كاع السمك يتحط تما صافي قوميصا ايوا هذيك لا موتي لا موتي باتو نو ايوا طيب هنايا وقطع ان بو تما بعد ما تطيب شويه نزيدوا لها الماء راني تعب يا خالتي تلاموا راهم العائله اللي راني معاهم دوكا تلاموا باش يتعاونوا اللي كيديروا هما راح يطيبوا تيبو تاعو كل حال اللي يديروا في المناسبه فازا هي التحضير ياخذ وقت بصح يعني الطبخ ديالو اللي ياخذ وقت الخضر اللي نقاوهم كامل يشلوهم يحطوهم مع الماء والزيت غابيل مو جوست كومون دي اون لو فون دي تيبوجان بنداماي تيبوجان سي دي سي دي دو دو بارلي دو سي رابلي دو سي مو تيبوجان بنداماي تيبوجان بنداماي تيبوجان بنداماي تيبوجان بنداماي الرز بالحوت حكايه ولا غاب سي فاسيل الرز بالحوت هذا ما كان الرز بالحوت سهله صعبوها لي بالولوف لا هذاك اللي بقى في المهرس دوكا اللي تعاود تحطو مع الخط تعاود تحط السمك هذاك من الفوق شوفوا اوكي البواسون فيمي البواسون فيمي سيشي هنا راهي تزيد التوابل اللي هو تاعهم سبيسيال صوجا اي تزيد صوص صوجا معاهم كيف اهم حاجه في ابو جان اللي هو الارز اللي نعرفه بسابي اللي ابوك دو تو ايوا هذا كسكس تاعهم vous appelez ça le inlé inlé en algérie on dit le kiskas 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 viens voir kiskas c'est là où on fait sécher le couscous c'est la même chose ايوا الرز هذا راح يطبخ بالسخانه اللي حطلقها واش كاين تحت القدره هذه لاخيتي فغم لاشالور لاشالور ايوا ومن بعد يغلقوا بهذا الموصود على القماش هذا باش ما تخرجش هذيك الحراره هذيك هذه عندنا احنا في الجزائر يديروها كانت بكري الوالده ديرها في الكسكاس تاع الطعام نتيتو هاد الحاجه اللي نقوا فيها دوكا يسموها نيتيتو انا ما نعرفهاش باش دي تعرفوا نتوما هادي اللي جبتها لي دوكا ساشي هي البودره تاعها هذا بالولوف يسميوه الدقار وبالفرنسيه تماغا ايوا هذا قالك لازم يكون بنيت بسم الله اه ميتو Il est bon. Non, il est bon. Il est sucré. Très sucré. Non. بعد الاول الذوق تاعو يجيكم بيزار بعد تجو غدك الحلاوه هذيك بنينه الروز دوك على كل حال نشف بالبخور اللي يجي من تحت دوك بعد ما ينشف يحطوه يطيب وحده في الماء وهذا اللي كنت تشوفوا لهنا يسميوه البيصاب انا كنت عم بالي هذا اللي يديروا به الجو هو كاين واحد اخر يديروا به الجو
البيصاب اللي شفتوه حطيناه لهنايا، هذا كما نقولوا هو الخضره ولا الفاكهه تاع الله، ما بالي اذا خضره ولا فاكهه. وهذايا الورق تاعو، حتى الورق تاعو يستعمله. واش دير دوكا؟ تحطوه هنا باش يزيد ينشف كيما الرز. بوغ كي ساش. وي. طريقة تاع التحضير تاعو ماكنتش نستنى تكون تاخذ وقت ومعقدة هكذا، كاين بزاف توابل بزاف أشياء اللي يضيفوها باش يخرج الطبق هذا، والله ما سهلة. نحو منا نحطوه هنا، كاين بزاف توابل يطيبوا بزاف بالتوابل. أيوا بعد ما بدينا طريقة تحضير طبق تيبوجان رانا دوكا حوالي قريب واحد الساعة، ودوكا قال لك نخليو تما الطبخ يروح غير بالعقل على نار هادية بزاف باش هكذا يطيب مليح، وبعدها نعاودو نشوفو التكميلة إن شاء الله. حاجة اللي ميزتها في الطبق هذا وحاجة مهمة، الطبق هذا تقدر تقولوا صحي 100%، ماشي غير 100%، خاطر علاش؟ فيه غير الأشياء الطبيعية، الخضرة، فيه السمك، فيه هذه الأوراق تاع الأشجار، فيه غير الحوايج الصحية. هذوك الأوراق اللي حطوهم من فوق يولوا هكذا، وهذه تولي بدايتها صوص، يحطوها فوق تيبوجان. هي قلت لكم ولات صوص بصح هي لا لا، لازم تجوز على المهراس باش تولي صوص. وريت درسها مع داك التوابل اللي كانوا لداخل، كاين الحار كاين كذا، هذيك هي الحاجه اللي تخليها شويه حاره. صافي شو؟ ايوا ذوقوه. بسم الله. سي بون الله بنين. من بعد تزيد لها من الله شويه المرقه هذيك، تزيدها لداخل باش تولي جاريه شويه. ايوا نجربوا هاد الصوص هادية تاع الأعشاب. بسم الله. سي بون. هاو سي بون. سي أن بو سكري أن بو أفيك دي بيمون. مي سي سا بيك. حارة معلومة حسيت أجلي حارة. أيوا زيدوا لها شوية السكر باش قالت لي الحار هذاك ما يحرقش، أنا حرقني أنا ما قدرتش نبين بصح حرق. نزيدو شويه ملح، راح نزيدو حبه سكر لداخل وندرسها باش تروح هذيك الحروريه هذه. هذا درس مليح السكر. ايوا الخل لو فيناغ نو دي خل خل الخل. ايوا ان بو ها اللي كيفاش تولي بعد ما درت لها الخل وحبه السكر هذيك ودرستها. عاود دقتها بعد ما زدنا لها السكر. بنينه لا بنينه بنينه ولا لا؟ بنينه ولا لا؟ بنينه 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 صافي دير سي كومون دي سي بون اولوف نخنا 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 افيك لوني نخنا 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 سي بون سي بون نخنا. هادي هذيك اللي دقتها من قبيله شغل بصح حلوه. واخيرا اللي كان في القدره كلش طاب، دوكا كاع واش كان في القدره يطبخ راح تنحيه وتحطوه وحده لهنايا بالحوت بالخضره بكل شيء. الله غير تشهي يا خوتي. هذه الخضره كامله مع السمك يطيب. لحقنا الوقت الحاسم، راح دوكا تحط الروز هذاك اللي خليناه ينشف مقبله، تحطه مع المرقه اللي كانت طيب فيها الخضره. واخيرا طاب الروز وحان الوقت باش يبدا التزيين. ايوا هذا اللي كنت تشوفوا فيه الرز المحروق، يجي لداخل من تحت يكرطوه مليح ويحطوه هنا في الوسط. ايوا بسم الله. هذا الرز هذاك المحروق، انا نحب المحروق بصح هما شغل دايرينو سبيسيال، مي يحطوه مع الرز. دونك ماتنو
سي لا ديكوراسيون. ايوا هذه هي المهمه كاع، النقطه المهمه كاع. ايوا هذه زروديه، هذا الشيفلور، هذه الكابويا، هذه شغل البطاطا تاعهم، هذه شويه عفسه حاره. ايوا هاي ليك، هذيك اللي درتها من قبيله شغل الصوص البنينه، هاي ليك تحطوا لك شويه شويه هكذايا باش كل واحد ياكل من جهته. نيتيتو هذا هذاك النيتيتو، انا ما نعرفوش، انا ما شفتو في حياتي. نيتيتو سول سول سول. السلام عليكم. وعليكم السلام. الليمون هو الصح، الليمون لازم يكون الليمون. واخيرا بعد تقريبا 3 ساعات من التحضير وجدت طبق تيابو جان. على كل حال دوك راح نذوقوا ونعطي لكم رايي. والله غير كي تشوفوها هكذا يشهي. على كل حال الله يبارك. هذا هو الوقت الحاسم باش نذوقوا. يلا بسم الله بسم الله. يا بسم الله. الله يبارك ما شاء الله، والله غير بنين. وهذاك الحاجه اللي تجي حاره نقصوا لها الحراره جالي بزاف بنينه. الله يبارك. على كل حال طبق هذا بزاف بنين، ما نقدرش دوكا نصور كل شيء، رانا مع العائله كلها كثر خيرهم. دوك نكمل نحكي معكم. الحمد لله يا ربي، نهايه التجربه هذه مع الوجبه تاع تيابوجان. تيابوجان بندامباي، الامراه هذه هي اللي بدات طيب لاول مره الطبق هذايا، ومن هذاك اليوم ولا طبق التقليدي الرسمي لدوله السنغال، وحتى في افريقيا الغربيه كامل يطيبوها الطبق هذايا وهو خارج من السنغال. الحمد لله على كل حال كانت تجربه مليحه، وشفنا طريقه التحضير اللي كانت متعبه. وانا الحاجه المليحه اللي فرحتني هي عشتها مع ناس بساطه من مدينه بكين في داكار. الحمد لله يا ربي. ودوكا يعني مع هذا الانسان تشوفوا هذايا مون فرير، كومون دي مون فرير او وولوف اوروف رق 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 سي مون فرير اخي كوم اخي اخي سي اخي بوتي فرير بوتي فرير رق فرير سي مك مك رق سي بوتي فرير مق سي غون فرير. رق اخي الصغير ومق اخي الكبير. تما انت تقدر تقول رق لوي سي رق. الله يبارك. Oui. C'est moi qui prépare. C'est toi qui vas préparer. C'est bon. Je vais dire à ma mère. Inch'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah. Merci beaucoup pour votre accueil. Merci beaucoup. Merci infiniment. Bye. Walidati. Walidati. Prends soin de Walida. Prends soin d'elle. نهاية التجربة تاعنا مع العائلة هذه، والله غير ربي يحفظهم، أقسم بالله. تشاو تشاو باي. الحمد لله يا ربي، تما كانت تجربه مع ناس قلت لكم تاع المنطقه وناس بساطه، ما حبيتش نروح نديرها في اسواق شعبيه، ولا حبيت نعيشها مع عائله سنغاليه. والحمد لله يا ربي. ودوكا برك قبل ما نختم الفيديو حبيت نخلي لكم واحد المقطع هكذا من الاخ اللي كنت نهضر معاه دوكا، كي تلاقيت به سمعني نهضر بالعربيه، جا لي قال لي نتكلم عربيه. قلت له واش تعرف العربيه؟ قال لي نعرف نرتل القران. قلت له رتل لي تما. كانت اقسم بالله الحميش هو، كي تكون تسمعوها كملوا الفيديو بالمقطع هذايا. ونقول لكم بارك الله فيكم كي لحقتوا نهايه الفيديو، والى الفيديو القادم ان شاء الله، وشوفوا النهايه هي الصح. ربي يحفظكم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء
إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. الله يبارك ما شاء الله. والله ما شاء الله. الله يبارك. الله يبارك ان شاء الله. ان شاء الله تكون مقرئ في مساجد كبيره وان شاء الله يتمتعوا الناس بالصوت تاعك. والله ما شاء الله. والله فرحت كي راني معك. الله يبارك. الله يبارك. الله يبارك. بسم الله ما شاء الله. الصوت تايم فوا مانيفيك ما شاء الله. والله شحال فرحني. الله يبارك. الله يبارك. ان شاء الله هذا تعبك يكون في المسجد هدايا وين تقرا في التراويح. متعه. الله متعه. الله يبارك. صافي ان غون بليزير.